استعداداً لاستقبال عيد الفطر، يتوجه العديد من سكان مدينة تعز إلى مركز المدينة، وتحديداً إلى شارع 26 سبتمبر الذي يحظى بشهرة واسعة ومكانة خاصة لديهم، إذ يعتبر الوجهة المفضلة لشراء مستلزماتهم من الملبوسات وأدوات الزينة وكثير من المقتنيات التي تتم من خلالها تجهيزات العيد. شارع 26 هو الشارع الأهم في مدينة تعز، حيث يوجد فيه جميع أنواع الملابس الراقية والأطفال والولادين. ليس كل من في تعز تمكن من شراء كسوة العيد، فالحرب والحصار المفروض على المحافظة منذ 5 سنوات وانقطاع الرواتب بالإضافة إلى تهديد تفشي فيروس كورونا أسباب أدت إلى تغيير الوضع في المدينة بشكل كبير، كما ساهمت في تقلبات الأسعار وارتفاعها، وهو ما دفع بالكثير من الأسر للعزوف عن شراء كسوة الأطفال العيدية. مثلما يعد شارع 26 متنفسا حيويا للباعة والمتسوقين، خاصة ما يتعلق بملابس الأطفال العيدية، تمثل أيضا حديقة جاردن سيتي وجهة ضرورية للأطفال يعيشون فيها فرحة العيد بالابتسامة واللعب. لكن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي تمنع التجمعات خلال مناسبة العيد، خاصة بعد تسجيل مدينة تعز حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، جعلت الإغلاق هو مصير هذه الحديقة حفاظا على السلامة العامة من جائحة كورونا الخطيرة. هذه السنة مش هروح ألعب بالحديقة لأنها مغلقة من سبب كورونا، شجلس ألعب إحنا وأصحابنا بالحارة ونجلس نلعب بالبيت ونجلس بالحارة، ما نطلع المكان المزدحمة. بأي حال إذن، سيلقى سكان مدينة تعز وأطفالها عيدهم هنا وسط معاناة فرضتها الحرب وآثارها القاسية، ومؤخرا تهديدات كوفيد 19. مها علي، قناة بلقيس.